أهلا بحضراتكم. سؤال متكرر جدا في عيادة العظام، وخصوصا بعد عمليات الشرايح والمسامير أو المسمار النخاعي أو أي عملية جراحية في العظام، وهو يا دكتور رجلي ورمت جامد بعد العملية، رجلي ورمت بعد العملية، يا ترى إيه أسباب الورم؟ ورم الطرف السفلي أو الرجل بعد عمليات العظام. معاكم الدكتور نادر كميل، مدرس واستشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل، كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. هكلمكم النهاردة عن أسباب ورم الرجل بعد العمليات، مش بس الرجل، الإيد كمان. يعني واحد مثلا لا قدر الله، وألف بعد الشر على أي حد، تعرض لكسر في الساق أو كسر في الفخذ أو كسر في الركبة أو كسر في أي عظمة، والكسر ده بعد مراجعة الطبيب المختص دكتور العظام، يعني الدكتور قال له أنت محتاج عملية جراحية، وتم اجراء العمليه الجراحيه للكسور، زي ما يعني ممكن تكون الناس عندها فكره، ممكن تكون شريحه ومسامير، ممكن تكون مسمار نخاعي. بعد العمليه ممكن المريض يلاحظ ان رجله او ايده ورمت زياده. يا ترى ايه اسباب الورم؟ الاسباب في الغالب في الاغلب ده رد فعل من العمليه. طبعا اي حد يتعرض لحاجه زي كده، ورم في رجله او ايده بعد اجراء العمليه، لازم يرجع فورا للطبيب اللي عمل له العملية او الطبيب اللي قريب منه عشان يطمن، ما يعتمدش على كلام اليوتيوب او كلام الفيسبوك، لان ده مجرد توعية بس. الاسباب ايه؟ اول سبب اللي هو في الغالب ان ده رد فعل او ناتج من العملية الجراحية اللي اتعملت، يعني شيء طبيعي، من الاخر شيء طبيعي ان الرجل او الايد تورم اكتر بعد العملية، لأن في جرح اتعمل وفي غرز اتعملت وفي شريحة اتركبت أو مسمار نخاع اتركب، فمن الطبيعي إن الرجل أو الإيد تورم، مفيش داعي للقلق. لكن طبعا كلنا بنقلق، كل العيانين أغلب العيانين بيقلقوا، أكتر حاجة بتقلقهم الورم بيقلقهم أكتر حاجة. يعني لا داعي للقلق، لأن في الغالب في أغلب الأسباب بيكون ده لا شيء، يعني مجرد رد فعل بس من الجرح بتاع العملية اللي اتعمل أو من الإجراء اللي اتعمل. بعد فترة طبعا، بعد ما بيحدد الدكتور بيقول لك مثلا تبدأ تحمل على رجلك أو تقدر تستخدم إيدك أو تقدر تمشي أو وغيرها من يعني على حسب المتابعة بتاعت الأشعة، لما الدكتور يبقى شايف إن الكسر خلاص بدأ يلتئم، وخلاص الكسر بدأ يلتئم والمريض بدأ يكون قادر على الحركة، ممكن الدكتور يقول لك ايه، ابدا حمل بالتدريج، ابدا دوس على رجلك، لا اما بعكاز لا اما بمشايه على حسب الحاله اللي بيحددها الدكتور. اول ما بتبدا تحمل او اول ما بتبدا تدوس، الورم بيزيد اكتر، فالمريض بيتخض. برضو هرجع اقول لك لا داعي للقلق، لان انت الرجل ساعتها بتورم بسبب ان بدا الشخص يحمل عليها، بدات الدوره الدمويه تزيد ليها مع الحركه، بدأت تبقى الرجل متدلدلة ناحية الأرض مع الجاذبية فبتورم. تمام، ده أغلب الأسباب إن الورم ما بعد عمليات العظام، ورم الرجل أو ورم الإيد أو ورم أي مكان اتعمل فيه العملية، شيء عادي طبيعي مفيش منه أي قلق. إيه بقى اللي يقلق؟ في بعض الناس، بعض المرضى، بيبقى الورم ده هو علامة من علامات جلطة في الأوردة. عشان كده أنا قلت في أول الفيديو إنك لازم ترجع للدكتور بتاعك عشان يطمنك، لأنها ممكن تكون مشكلة كبيرة، ما ينفعش تاخد الكلام من النت، ده كلام فارغ، كلام النت ده توعية ليس إلا. ممكن تكون جلطة في الأوردة، ده بيحصل في المرضى اللي عندهم ريسك فاكتورز. يعني ريسك فاكتورز؟ يعني مرضى عندهم مشاكل صحية بتؤدي إلى تجلط الدم فيهم أكتر من غيرهم، يعني مش في كل الناس. مفترض ان العيان لما بيعمل عمليه في رجله، بيركب شريحه ومسامير او بيركب مسمار نخاعي، المفترض ان العيان بياخد دواء سيوله. دواء السيوله، ادويه سيوله كتير، اشهرها الكليكسان. في ادويه اقراص للسيوله، ادويه كتير بيحددها لك الدكتور ايه بتاعك، فالمفروض تكون ماشي على دواء السيوله لفتره معينه وبجرعه معينه. مين تاني لو ما مشيش على دواء السيوله، في ريسك اكتر ان لا قدر الله يجيله ايه، جلطه في الاورده. مين تاني ممكن يجيله جلطة في الأوردة؟ الناس الأوبيز، الناس اللي هم أي وزنهم عالي، الناس اللي نايمين على طول ما بيتحركوش، ولا بيتقلب على السرير ولا بيقعد ولا بيحرك رجليه،
الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، الناس اللي عندهم زيادة في نسبة الدهون الثلاثية، كل ده عرضة ان يجيلهم لا قدر الله جلطات في الأوردة. عشان كده لازم تستشير الدكتور بتاعك. ساعتها الدكتور هيطلب لك دوبلكس، عشان الدوبلكس على أوردة الرجل او أوردة الطرف العلوي على حسب المكان اللي هو شاكك فيه بعد الفحص الطبي، يعني بعد ما يكشف عليك. والدوبلكس ده هو اللي بيبين لو في جلطة او لا بإذن الله يعني. والشفاء بيد ربنا طبعا. العلاج بيكون بسيط، يعني العلاج بيكون بياخد أدوية سيولة، بتاخد أدوية سيولة للجلطة دي لفترة معينة لحد ما الجلطة دي تدوب، يعني او بمعنى اصح الأوردة تبدأ تتفتح تاني، وتبقى احتمالات ان الجلطة دي تنفصل وتتحرك قليلة، لان هي دي المشكلة، هي دي خطورة الجلطة، ان هي اجزاء منها بتنفصل وبتتحرك، ممكن لا قدر الله توصل للرئة، وساعتها بتبقى مشكلة كبيرة. جلطة في الرئة بقى، بدل ما كانت جلطة في الرجل اصبحت جلطة في الرئة. الف سلامة دايما على حضراتكم، أتمنى ليكم الشفاء لأي مريض عظام ولجميع المرضى، وشكرا لحضراتكم. أهلا بحضراتكم. سؤال متكرر جدا في عيادة العظام، وخصوصا بعد عمليات الشرايح والمسامير أو المسمار النخاعي أو أي عملية جراحية في العظام، وهو: يا دكتور رجلي ورمت جامد بعد العملية، رجلي ورمت بعد العملية، يا ترى إيه أسباب الورم؟ ورم الطرف السفلي او الرجل بعد عمليات العظام. معاكم الدكتور نادر كميل، مدرس واستشاري جراحه العظام والكسور والمفاصل، كليه طب القصر العيني جامعه القاهره. هكلمكم النهارده عن اسباب ورم الرجل بعد العمليات، مش بس الرجل، الايد كمان. يعني واحد مثلا لا قدر الله، والف بعد الشر على اي حد، تعرض لكسر في الساق او كسر في الفخذ او كسر في الركبه او كسر في اي عظمه، والكسر ده بعد مراجعه الطبيب المختص دكتور العظام، يعني الدكتور قال له انت محتاج عمليه جراحيه، وتم اجراء العمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه للكسور، زي ما يعني ممكن تكون الناس عندها فكره، ممكن تكون شريحه ومسامير، ممكن تكون مسمار نخاعي. بعد العمليه ممكن المريض يلاحظ ان رجله او ايده ورمت زياده. يا ترى ايه اسباب الورم؟ الاسباب في الغالب في الاغلب ده رد فعل من العملية. طبعا اي حد يتعرض لحاجة زي كده، ورم في رجله او ايده بعد اجراء العملية، لازم يرجع فورا للطبيب اللي عمل له العملية او الطبيب اللي قريب منه عشان يطمن، ما يعتمدش على كلام اليوتيوب او كلام الفيسبوك، لان ده مجرد توعية بس. الاسباب ايه؟ اول سبب اللي هو في الغالب ان ده رد فعل او ناتج من العملية الجراحية اللي اتعملت، يعني شيء طبيعي من الاخر، شيء طبيعي ان الرجل او الايد تورم اكتر بعد العملية، لان في جرح اتعمل، وفي غرز اتعملت، وفي شريحة اتركبت او مسمار نخاع اتركب، فمن الطبيعي ان الرجل او الايد تورم، مفيش داعي للقلق. لكن طبعا كلنا بنقلق، كل العيانين، اغلب العيانين بيقلقوا، اكتر حاجه بتقلقهم الورم، بيقلقهم اكتر حاجه. يعني لا داعي للقلق، لان في الغالب في اغلب الاسباب بيكون ده لا شيء، يعني مجرد رد فعل بس من الجرح بتاع العمليه اللي اتعمل او من الاجراء اللي اتعمل. بعد فتره طبعا، بعد ما بيحدد الدكتور بيقول لك مثلا تبدا تحمل على رجلك، او تقدر تستخدم ايدك، او تقدر تمشي، او وغيرها من يعني على حسب المتابعه بتاعت الاشعه، لما الدكتور يبقى شايف ان الكسر خلاص بدا يلتئم، وخلاص الكسر بدا يلتئم والمريض بدا يكون قادر على الحركه، ممكن الدكتور يقول لك ايه، ابدا حمل بالتدريج، ابدا دوس على رجلك، لا اما بعكاز لا اما بمشايه، على حسب الحاله اللي بيحددها الدكتور. اول ما بتبدا تحمل او اول ما بتبدا تدوس، الورم بيزيد، اكتر، فالمريض بيتخض. برضو هرجع اقول لك لا داعي للقلق، لان انت الرجل ساعتها بتورم بسبب ان بدات تحمل، بدا الشخص يحمل عليها، بدات الدوره الدمويه تزيد ليها مع الحركه، بدات تبقى الرجل متدلدله ناحيه الارض مع الجاذبيه فبتورم. تمام، ده اغلب الاسباب، ان الورم ما بعد عمليات العظام، ورم الرجل او ورم الايد او ورم اي مكان اتعمل فيه العمليه، شيء عادي طبيعي مفيش منه
اي قلب. ايه بقى اللي يقلق في بعض الناس، بعض المرضى؟ بيبقى الورم ده هو علامة من علامات جلطة في الأوردة، جلطة في الأوردة. عشان كده انا قلت في اول الفيديو انك لازم ترجع للدكتور بتاعك عشان يطمنك، لانها ممكن تكون مشكلة كبيرة، ما ينفعش تاخد الكلام من النت ده كلام فارغ. كلام النت ده توعية ليس إلا. ممكن تكون جلطة في الأوردة، ده بيحصل في المرضى اللي عندهم ريسك فاكتورز. يعني ريسك فاكتورز يعني مرضى عندهم مشاكل صحية بتؤدي إلى تجلط الدم فيهم أكتر من غيرهم، يعني مش في كل الناس. مفترض إن العين لما بيعمل عملية في رجله، بيركب شرح ومسامير أو بيركب مسمار رخاعي، المفترض إن العيان بياخد دواء سيولة، بياخد دواء سيولة. دواء السيولة دوت سيولة كتير، أشهرها الكليكسان. أشهرها الكليكسان. في أدوية أقراص للسيولة، أدوية كتير بيحددها لك الدكتور إيه بتاعك. فالمفروض تكون ماشي على دواء السيولة لفترة معينة وبجرعة معينة. مين تاني لو ما مشيش على دواء السيولة في ريسك أكتر إن لا قدر الله يجيله إيه، جلطة في الأوردة. مين تاني ممكن يجيله جلطة في الأوردة؟ الناس الأوبيز، الناس اللي هم إيه وزنهم عالي، الناس اللي نايمين على طول ما بيتحركوش، ولا بيتقلب على السرير، ولا بيقعد، ولا بيحرك رجليه. الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، الناس اللي عندهم زيادة في نسبة الدهون الثلاثية، كل ده عرضة إن يجيلهم لا قدر الله جلطات في الأوردة. عشان كده لازم تستشير الدكتور بتاعك. ساعتها الدكتور هيطلب لك دوبلكس، عشان الدوبلكس على أوردة الرجل أو أوردة الطرف العلوي على حسب المكان اللي هو شاكك فيه بعد الفحص الطبي، يعني بعد ما يكشف عليك. والدوبلكس ده هو اللي بيبين لو في جلطة أو لا. بإذن الله يعني، والشفاء بيد ربنا طبعا. العلاج بيكون بسيط، يعني العلاج بيكون بياخد أدوية سيولة، بتاخد أدوية سيولة للجلطة دي لفترة معينة لحد ما الجلطة دي تدوب، يعني أو بمعنى أصح الأوردة تبدأ تتفتح تاني، وتبقى احتمالات إن الجلطة دي تنفصل وتتحرك قليلة، لأن هي دي المشكلة، هي دي خطورة الجلطة، إن هي أجزاء منها بتنفصل وبتتحرك، ممكن لا قدر الله توصل للرئة. وساعتها بتبقى مشكلة كبيرة، جلطة في الرئة بقى، بدل ما كانت جلطة في الرجل أصبحت جلطة في الرئة. ألف سلامة دايما على حضراتكم، أتمنى ليكم الشفاء لأي مريض عظام ولجميع المرضى، وشكرا لحضراتكم.